كغيرها من مدن البلاد، تعيش حضرموت هذه الأيام روحانية الشهر الفضيل، بيد أن للروحانية هنا أشكالا وطرقا مختلفة يعبر من خلالها الأهالي عن تقديرهم لهذه المناسبة الدينية العظيمة، فيتسابقون للقيام بالأعمال التطوعية طيلة أيامه ويتنافسون فيما بينهم على فعل الخير. شهر رمضان خصوصا هنا في مدينة المكلا عن سائر شهور السنة الأخرى، هذا التميز ربما من خلال روحانية هذا الشهر، من خلال العطاء، من خلال البذل. المحتاجون يجدون في هذا الشهر موسم لتدفق الأيادي البيضاء التي تدفق عليهم بالخير وبالعطاء وبالإحسان، إلى جانب أن هناك عادات وتقاليد رمضانية أخرى تميز هذا الشهر، ربما بينها الروحانية، الإكثار من الصلاة، من الصدقات، من تلاوة الذكر. الملتقيات الشبابية والتطوعية في حضرموت إحدى صور وأشكال ذلك التنافس الروحاني، فما أن يقترب الشهر المبارك حتى ينهمك شباب تلك الملتقيات في تنظيف المساجد وغسل جدرانها وأرضيتها وترتيب المصاحف لاستقبال ضيوف الله في بيته. ككل عام نقوم بأعمال تطوعية لإزالة الأتربة من المساجد وتنظيفها لاستقبال المصلين. وما أن يهل هلال الشهر المبارك حتى يبدأ شباب تلك الملتقيات في خدمة الصائمين وتنفيذ مشاريع إفطار الصائم، من خلال قيامهم بتوزيع وجبات الإفطار مع اقتراب آذان المغرب على سائقي المركبات والمارة، وفرش موائد الإفطار الجماعي في الشوارع والميادين. مشروع شبابي طوعي خيري يقوم بخدمة الصائمين أثناء انقطاعهم وأثناء فترة الأذان في الطرقات والشوارع الرئيسية والمواقف وإشارات المرور. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فلتنفيذ حملات جمع التبرعات نصيب من أنشطتهم، فيشترون المواد الغذائية للفقراء والمحتاجين ويمدون يد العون لكل من يحتاجونها، بحثا عن الأجر والثواب الذي وعدهم به الله عز وجل. في كل مرة يثبت أبناء حضرموت أن نبتة الخير لا تزال مثمرة ومعطاءة في هذه المدينة المباركة التي يتعاضد أبناؤها فيما بينهم ليكونوا كالجسد الواحد، ما تشتكى منه عضو تداعوا له بالسهر والحمى. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.